مرحبا أصدقائي، مرحبا بكم في يوم جديد مع حصتكم يومك مع الشيف. يومك مع الشيف هي عبارة عن يوم نقدم فيها أجمل أطباق، نقدم فيها ضيوف، واليوم راح نقدم لكم أكلة إن شاء الله تعجبكم. الأكلة تاع اليوم مأخوذة من المطبخ الفرنسي، راح نديروا أن أونتري يسموه كريم دو بولاي أو كريمة سوبريم دو بولي. كريمة سوبريم دو بولي هذه معروفة يعني في فرنسا، وراح نقدموا ثاني دجاج يعني سوبريم دو بولي فارسي بالكومونبير ونصحبوه بالصلصة الطماطم، يعني أكلات معروفة عالمية وخفيفة الناس اللي تحب به فيه. أنا راح اليوم نقدموا لهم حاجة خصيصا لهم. نبدو على بركة الله، نبدو بالمقادير. نحطو عنا زبدة، عنا حوالي 150-120 تاع الدجاج، ولا نحطو كيما انا زوز قطع هكذا، وهذا مال المرق باش يكون عنا مرق زيادة. نحطو ثاني من بعد بصل كي يتحمص لينا الدجاج تاعنا شويه، نحطوا البصل نخلوها. الاكله هذه معروفه في المطبخ الفرنسي سوبريم حساء سوبريم دو بولي او كريم دو فولاي. كريم دو فولاي هي من كما قلت لكم تعتمد على مرق الدجاج، تعتمد على الدجاج، وحاجة شهية ننصح بها الناس يعني اللي يحبوا يأكلوا من خلاف الشربات، يعني الكريمات هذه يعني منصوح بها، خاصة كريمة الدجاج، كريمة دو طومات، كريمة الشامبينيون، يعني ملاح. هاي سخنت شوية، نحط لها المبصل عفوا ونخلطه مليح كما راكم تشوفوا. نبدو بالتوابل، المستحسن نحطوا فلفل ابيض حاجه قليله، نزيدوا زوز حبات ولا حبه تاهيل، تقدروا تحطها ثاني ترهاها تكون مطحونه. نزيدوا نحطوا ملعقة تاع فارينة أو حوالي 50 غرام، كما قلت لكم الحساء هذا يديروها، تقدروا ديروها بالزدر تاع الدجاج يسموها كريمة الدجاج ولا بالدجاج ولا كريمة سوبريم دو بولي. كي ديروها بالزدر تاع الدجاج تولي سوبريم دو بولي، كي ديروها بالدجاج كيما درك انا درتها بالكويس يسموها كريمة الدجاج. لهنا نضع مرق الدجاج، نحطو شويه من بعد نزيدوه شويه باش نعدلو. كي ينضج لينا الدجاج تاعنا نحوه نفتفتوه، نحوه من العظم نفتفتوه. نقدروا يعني باش تكون العمليه سهله نحطوه في الفون تاعنا ومرق الدجاج ونخلوه يطيب. كي يطيب نجيبو دجاج مسلوق ونفتفتوه ونحطوه معاه، يعني ثاني باش ما ندوش الوقت بزاف
وتسهل لنا العملية. عفوا هنا نروحوا للطبق الثاني وهو عبارة على دجاج فرسي. نحو هذا نقو الدجاج تاعنا نزيدو لهنا شوفوا معايا لهنا نجيبوا الموس تاعنا نرصوا لهنا على اللحمه لهنا نديروا جيب نديروا جيب كيما هكا هاك تشوفوا معايا جيب دركا هذا ما نرحوهم مع الكومونبير نديروا لا سيبولات يعني ولا نديروا الاعشاب العطريه الاغصان تاع الثوم ولا الاعشاب العطريه نتبلوها بشويه فلفل اكحل ونخاو نرحوها مليح ومن بعد نجيبوا لابوش ونعمروا الزدر تاعنا من هنا نفوتها في الفارينه زيد البيض زيد لا شابرين نقلوها شويه ونحطوها في الفور وهكا تشوفوا حاجه جديده هي نوعا ما تشبه الكوردون بلو ولا رومانو دجاج رومانو معروف ثاني يجيب الجبنة الزرقاء هنا وجدنا هذم شوفوا الدجاج تاعنا نغسلوا يدينا لهنا نوجدوا الطماطم تاعنا نحطوا عصير طماطم نزيد نضيفوا لها ملعقتين او ملعقه كبيره تاع معجون الطماطم ونحرك ونزيد نضيف لها شويه مرق تاع الدجاج كي توجد كي نشوفوها بوجدت الصلصه تاعنا نديروا لها الحبق تحب الحبق وزيت زيتون نقدروا نعقدوها ثاني بشويه لوز مرحي خلوها طيب على نار هادية وانا نروح نوجد الخليط تاعي لهنا نديرو شوية تاع زنجبيل الكريمة تاع البولاي تاعنا تحب الزنجبيل نديروش بزاف واللي يحب يدير زنجبيل بودرة ثاني ما فيش مشكل يعني يقدروا هاي
هذه كريم دو فولاي تاعنا. كاين الناس يديروا له البطاطا، وانا ننصح الاصدقاء تاعي باللي ما يديروش البطاطا، يديروها كيما راني درت، ملعقه ولا حوالي 50 غرام تاع فارينة، وهو داير حسا يعني كريمه يعني ملاحه ولذيذه. وبالموقع ديروا الوصفه لها. درك انا نبدو نقصوا في الجبن تاع اللحم تاعنا. نحو العصب هذا، كما راكم تشوفوا، نزيدوا قطعة ثانية، هي تخرج لنا نوعا ما لاموس، لاموس لهنا. نقصوا الجبن تاعنا كومونبير، نقصوا هكا باش نسهلوا على الخلاط تاعنا. نديروا لها كما قلت لكم، لهنا درت الاعشاب العطريه ولا الاغصان تاع الثوم. نديروا شويه زيت زيتون، وانا نجبد الماكينه تاعي ونرحي الحشو تاعنا، وبعد تشوفوا بعد الفاصل تشوفوا المكونات الطريقه اللي درناها، وتشوفوا كيف نفرصوها ونخدم مع بعضنا اكله جديده، اكله في نهار اليوم هذا. نروحوا فاصل. مرحبا بكم أصدقائي، مرحبا بكم في يوم جديد، في حصة جديدة. نكملوا الجزء الثاني تاع الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم. صلصة الطماطم تاعنا وجدت، الحساء تاعنا كريمة هاي طيب، درنا لها المعدنوس، درنا لها الثوم، درنا لها الفارينة، درنا الدجاج تاعنا. كما قلت لكم تقدروا ديروها بسبريم دو بولي، كما تقدروا ديروها بالدجاج نورمال عادي. انا لهنا نقصت عليكم يعني باش خاطر اخرى ما تقيدوش غير بالسكريم. هاي طيب الصلصه تاعنا هاي وجدت. لهنا رحيت الجبنه كومونبير مع القلب الكير تاع الدجاج هذاك اللي هنا، فتحناها درك نعمروها كما قلت لكم. تخرج هكذا، نعمروها ونمشوا الخليط تاعنا. نزيدوا هاي الأولى، نزيدوا نجيبوا الثانية،
مشوها، هاي خرجت. نحاول نعمرها مليح كما راكم تشوفوا، مشوها هكا شوية. لهنا نصبوا شوية زيت مع شوية زبدة، قطعة ونشعلوا لها. كسر البيض تاعنا، مربان فرشيطة، لهنا نتبلو ونملحو. نزيدو الفارينة، خلطوا شوية الفارينة تاعنا، نحطوا نزيدوا نحطوا لهنا في البيض، نعاودوا مرة أخرى. كل واحد راه يخدم في الباني، نزيدوا نديروا ثانية، لهنا ما درناش الملح والفلفل الأكحل، علاش درناها لهنا؟ باش نتبلو ونملحو السوبريم تاعنا، الدجاج تاعنا. لهنا كي يطيب الدجاج تاعنا
ونحطوه في الفور. نظف الطاولة تاعنا وهكا تشوفوا أكلة في نهار جديد. غير شويه تحكم روحها. نقلبوها خلوهاش حتى نتحمر. اذا كما شفتوا اعزائي المشاهدين لهنا هاكم شفتوا اللون، خلوها ثاني الجهه الاخرى تولي ذهبي تلمع كيما هكا. نحطوهم في البلاطو تاعنا، ندخلوهم في الفرن تاعنا. انتم تروحوا فاصل ومن بعد نتلاقوا. مرحبا اصدقائي، مرحبا. وجدنا الشكل النهائي تاع الشوربه تاعنا تاع كريمه الدجاج. كريمه الدجاج هذه ماخوذه من المطبخ الفرنسي، كريم دو فولاي. الدجاج تاعنا ها وجد. نزيدو نجيبو موس. نشوفو القطعة تاع الدجاج تاعنا. نجيبو ملعقة. هاي الصلصة وجدت. نقسمو شوفوا يعني كيف خرج. شوفوا معنا نجيبوا ورق تاع معدنوس. نكسروا ولا احبق نعناع اي حاجه تكسر لنا الطبق تاعنا وجد. اذا سوبريم دو بولي محشي بجبنة الكومونبير، ودرنا كريمة الدجاج كريم دو فولاي سوبريم دو بولي بالكومونبير. نتمنى بلي يعجبكم الطبقين هذوما، يعني خفاف وظراف. جربوه ما خسرتوا والو. شهية طيبة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم.